اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين هنناقش النهارده جزء متعلق بالاحصائيات والتاريخ والارقام التاريخيه اللي حققها الاهلي خلال الفترات السابقه ما بين ثلاثيه ورباعيه وخماسيه، وايضا كمان هنتكلم على التحدي الموجود في الفتره اللي جايه للحفاظ على الثلاثيه التاريخيه والتحضير للرباعيه والخماسيه. في ارقام كتير وفي موضوعات كتير، لكن في هذه اللحظات يعني دعوني ارحب طبعا بالزميل العزيز الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. استاذ كريم مساء الخير عليك واخبارك ايه؟ مساء الخير يا محمد ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وحشني جدا، ودايما بستمتع بصراحه بارائك وبتحليلك الواقعي والمنطقي، وبالتالي الواقعيه والمنطقيه تخليني اسالك في البدايه على ما بين شعور الجماهير بالثلاثيه التاريخيه والتحضير للرباعيه والخماسيه. هنا في ارقام تاريخيه كتير الجمهور محتاج يسمعها منك، وايضا كمان عايزين نتكلم عن المرحله اللي جايه باذن الله. نعم طبعا، هو في البدايه محمد لازم نوضح للساده المشاهدين واللي بيسمعونا دلوقتي يعني ايه كلمه ثلاثيه وايه هي كلمه ثلاثيه متعارف عليها عالميا. كلمة ثلاثية هي التريبل باللغة الإنجليزية، وهي إن الفريق يكسب الثنائية المحلية اللي هما الدوري والكاس، وياخد في نفس الموسم مش السنة، في نفس الموسم بطولة دوري الأبطال في القارة اللي هو بيمثلها. يعني أي نادي أوروبي ياخد الثلاثية إمتى؟ لما يكسب الدوري والكاس ويكسب دوري أبطال أوروبا، دي بنسميها ثلاثية. وعلى نفس المنوال هذا الامر في القاره الافريقيه، النادي يكسب الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا يبقى حقق الثلاثيه. تمام كده؟ تمام متفقين. الخماسيه ايه هي؟ انك تضيف السوبر المحلي والسوبر القاري، يعني تكسب، يعني انت كسبت الدوري تكسب بقى السوبر وتكسب السوبر القاري، يبقى انت كده خدت الخماسيه. وطبعا الكلام على الثلاثيه كتير ليه اليومين دول، لان النادي الاهلي السنه دي بالفعل حقق لقب الثلاثيه، كسب الدوري وكسب الكاس لموسم 2019 2020، وكسب لنفس الموسم دوري ابطال افريقيا بنفس في القاره بتاعته، ودي المره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي اللي حقق فيها الثلاثيه بعد موسمي 2005 2006 و 2006 2007. الامر طبعا كان عامل شويه جدل، بس الحمد لله اعتقد امبارح كلنا حسمنا الامر. دي المره الثالثه دي النادي الاهلي بيحقق فيها الثلاثيه. اكيد. طيب لو هنتكلم على الخماسيه هنا بقى بنخش في مرحله الموسم 2005 2006 وموسم كمان 2006 2007. بالظبط. خليني اشرحها لك. في 2005 2006 النادي الاهلي لاعب نادي انبي ماتش السوبر المصري، كان النادي الاهلي هو حامل لقب دوري 2004 2005 ونادي انبي كان حامل لقب الكاس، ولعبوا ماتش السوبر لو نفتكر في ملعب المقاولون العرب، والمباراه ساعتها فاز فيها النادي الاهلي في الوقت الاضافي بهدف نظيف للكابتن وائل جمعه اللي كان مشرف التتش النهارده. ده كان سوبر 2005 2006 اول بطوله النادي الاهلي حققها في الموسم ده. وفي نفس الموسم النادي الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا في شهر نوفمبر 2005، اللي الناس عندها غلطه بيحسبوه مع موسم 2004 2005. لا، دوري ابطال افريقيا السنه 2005 لما النادي الاهلي كسب النجم الساحلي في ماتش العوده 3-0 في ملعب الكليه الحربيه كان في شهر نوفمبر 2005. اللقب ده بيتحسب في موسم 2005 2006، لان موسم 2005 2006 كان بدا رسميا في شهر سبتمبر من عام 2005. والبطولات الافريقيه كريم في التوقيت ده كانت بتبدا من فبراير تنتهي في نوفمبر، ففي نفس السنه الميلاديه. برافو عليك، كانت بتتلعب في سنه واحده، على عكس دلوقتي احنا بدانا نلعب دوري ابطال افريقيا بنظام الموسم زي الدوري، بنبدا في نوفمبر ومفروض نفنش في مايو، بس طبعا عشان خاطر ظروف كورونا فنشنا السنه دي في نوفمبر. تمام كده؟ طيب تمام. النادي الاهلي لما كسب دوري ابطال افريقيا قدام النجم الساحلي اتاهل انه يلعب كاس السوبر الافريقي في شهر فبراير 2006 قدام الجيش الملكي المغربي، وساعتها ركلات الجزاء كسب بالظبط بركلات الترجيح في استاد القاهره باللقب، وده كان السوبر الافريقي. وبالتالي النادي الاهلي ساعتها حقق الدوري وكسب الكاس فاينل الكاس في صيف 2006 لما كسب نادي الزمالك 3-0. مظبوط. يبقى هنا النادي الاهلي حقق خماسيه. طيب موسم 2006 2007 برضه بدا بفوز النادي الاهلي بكاس السوبر على حساب نادي انبي، كان ساعتها
اللائحه بتقول ان المتصدر الدوري بيلاعب الوصيف لو هو جمع ما بين الدوري والكاس زي النظام اللي دلوقتي اتحاد الكوره هي اللائحه رايحه جايه على حسب الظروف.